حنا كنتواجدوا اليوم في السيرفيس ديال لوفتالمو ديال العينين، وفي اطار البرنامج الوطني لمحاربه العمى مندوبيه الصحه كتنظم واحد الحمله طبيه ديال الجلاله، حيت غيستافد منه ان شاء الله ازيد من 250 مريض، جميع اللوازم مجانيه وجميع الاقليم المعنيه، لان كانت عندنا لوائح دابا كنتصلوا بهم يوميا العدد اللي غادي يديروا العمليه. الطاقم الطبي بطبيعه الحال، الطاقم الطبي ديالنا المحلي ديال الحسني، وكاين الاطباء اللي غيجيونا موجدات حتى هما غادي يازرونا ويعاونونا باش ندوز هذه الحمله في ظروف حسنه. الحمد لله بحملة للجراحة الدمية البيضاء معروفة بالجلالة في إطار البرنامج الوطني لمحاربة العمى. نحاول إن شاء الله أننا نقوم ب 200 عملية جلالة أو أكثر على حسب المطلوب. قمنا شحال هذه بعد الحملة التطوعية بعد المناطق المجاورة من الناظور اللي تكلمت الحمد لله بالنجاح، ودابا كنقوموا إن شاء الله باش بعد العمليات هذو.